السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعي إبداعات تطريز مع عمري. إذا اليوم فيديو ديال الخاص برشمة وتطبيق. إذا إن شاء الله اليوم غادي نخدم لكم هاد الطرزة هذه، الطريقة باش غتخدم هذه راها باينة. غادي نوريكم هاد الشكل هذا كيفاش غادي نخدمه، وهاد السلته هذه اللي جايه حدا السيفه حتى هي الطريقه باش غادي نخدمها، وغادي ننزل لكم الرشمه ديالها في اخر الفيديو ان شاء الله. اذا نبداو الخدمه ان شاء الله. اذا بالنسبه عندنا هاد البلاصه هادي، يعني كل واحد الطريقه باش غادي يدير لها لا فينيسيون. هنايا انا غادي تشوفوا الطريقه باش غادي نفينيها، باش غادي نفينيها يعني غادي تجي على شكل باش هنا يجينا واحد يكون شكل هندسي 100% يعني باش يجينا فيني. وهنا غادي ندوروا على شكل، هنا غادي يكون هنا فيها زاويه قائمه، يعني غادي يكون على شكل مربع هذا القنيت هذا، وغادي ننزلو. اذا نبدا ان شاء الله. بسم الله. اذا انا درت الفيزدين تحت ديال الثوب. اذا نبدا، غادي تشوفوا هذه البلاصه هذه في الطريقه اللي غادي نديرها. عفوا، اذا اول حاجه غادي نخدموا الاطار هو الاول، عاد غادي نخدموا هذه الورده هذه اللي كاينه في الداخل. شي حاجه كتكون سيليه في هذا الدخل، غادي نقلب نشوف وغادي نشاركها معكم، ما غاديش نقطع التصوير. اذا هانتوما كتشوفوا بان هذا فقط اللي تكون سيليه هنا هذا الخيط ديالو. بالنسبه للاخت اللي قالت لي بان عندها المشكل ديال العراض، يعني عندها هاد البلاصه هذه كتضرب على انتم يعني كتضرب شحال دابا انتم غتشوفوا هاد العراض ديالها، يعني وقيلا كيضرب ليها هاد الحاشيه ديال هنايا. هذا عندك مشكل ديال الريكلاج ديال العراض، من الاحسن تمشي تشوفي مع المعلم، هو اللي غادي يقاد لك المشكل ديال العراض، لان راه كاينين اماكن فيهم العراض بزاف، فيهم العراض يعني عريض بزاف. انا هادي متوسط الحجم ديال العراض ديالها، متوسط يعني ماشي فيها عراض بزاف او لا قليل، يعني متوسط. غير شويه كما كتشوفوا راه تشد ليا الخيط عاوتاني من الداخل. عندي شي حاجه هنايا، كما كتشوفوا هنا نحرف ليا هذا، راه ما يمكنش نديروا فيه هذا الديفو هذا، لان نحرف ليا الشكل ديال الخط، خاصني نحلو ونصحو باش ما يجينيش الشكل منحرف. يعني اذا غادي نبدا نكمل. الماكينة اللي ما بيها شي حاجة، الله اعلم، انا كنت خدمت فيها في الصباح ما بيها حتى حاجة، دخلت فيها الخيط ديال الحرير يعني هنا. كتلاحظوا بان هنا هاد البلاصه هادي، يعني كل واحد غادي ندير لكم الطريقه الاولى غتكون بهادي، ونقول لكم الطريقه الثانيه. هنا ممكن
نخدمه بحال هاد الشكل، وانا ما غاديش يجينا مفيني نهائيا في الخدمه، ما غاديش يجيني في الخدمه ديالو مزيان. هذا هو الطريقه الصحيحه باش غادي نخدموه. الطريقه الصحيحه باش غادي يجيني، غادي يجيني مزيان. بالنسبه كما شفتوني هنا انني رجعت عاودت، لان هذا الخط هذا مجرد الى جبله تحت جبد لينا الخيط ديال السورجي من الداخل، راس غادي تحل هذا الخط هذا وغادي تضيع لينا، غادي تضيع لينا الرشمه. اذا غادي نخدم هذه البلاصه هذه. مبغيتش نخوي فيها الزيت لان هاد التوب هذا كي كنظن بان هادي برادتها هي تحركات. نشوف إذا هاد البلاصة هادي ممكن نعمروها بالغرزة ديال التغربيل أو لا تعمر بالموزونة. أنا وقيل الموديل الأصلي فيها الموزونة على ما أظن. وغتسيط لنا هاد الرشمة ديال الداخل. عندي فيها شي حاجه واش نبدل الابره، ما عرفت انا خدمت فيها بالصح. علاش ما كنبغيش نلغي بحال هاد الفيديوهات؟ علاش ما كنبغيش نلغيهم؟ لان باش تشوفوا حتى انا راه كتكون عندي المعاناه ديال القطع ديال الخيط، لان الاغلبيه تيقول لي مصاب الماكينه ديالك كتخدم بحال الماكينه ديالك، حنا راه عندنا الماكينه كتقطع الخيط بزاف، يعني هذا مشكل اي طرازه كتعاني منه. كنحس بشي حاجة كتشدني لداخل الماكينة.
كنت باغي نعلم لكم هاد البلاصه هادي اللي غادي نخدمها عاوتاني باش تجيني نخدمها بحال هكا، اولا غادي نخدمها بهاد يعني جات هاد الطريقه هادي صعيبه تخدم بهاد الشكل هذا. يتحيد، ممنوع يكون عندنا في الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه هما دائما راهم صعاب في الخدمه، يعني ابسط ديفو تيبان. اذا هذا ماشي قفطره انا خدمه، هذا فقط تطبيق للرشمه، يعني ماشي ان هذا غطريف ديال الثوب وانا خدمه فيها هذا الرشمه هذه، ورشمت الرشيمه لانني كنوجد باش نخدمها ان شاء الله. اذا غادي ندوزو لحد الطريقه باش مخدومين هادو. يمكن اول حاجه غادي نزيد عليه التمر يعني Thank you.
من بعد غادي نرسم، غادي عفوا غادي ندير راه بعض الاحيان حتى الثوب كاين بعض الثوب راه كيكون صعيب في الخدمه، يعني بعض الاحيان كتخدمي في شي بياسه تبقى تقطع لك الخيط، تقطع ملي كتبدلي كتكملي الموديل، ملي كتبدلي كتلقاي الماكينه خدمت لك، لان انا في الصباح انا خدمت بها ما كانش بها والو، يعني خدمت بها مزيان. هذا هو الشكل الهندسي اللي باش نخدم هذا القفطان هذا، وغادي ننزل لكم تبرشمه باش تبان لكم مزيان. ودائما كنصحكم انكم الرشمه يعني واخا تخرجوها عاودوا رسموها في ورقه مربعه باش يجي لكم الرسم، باش تجي لكم الحطه ديالها على البياسه ولا على القفطان مزيان. اذا هانتوما كتشوفوا الرشمه، يعني هذه اللي جايه جهه الحاشيه ديال السفيفه، وهذه اللي كاينه هكا عند جهه الركبه، وهكا نازله بهاد العليفات هادو، يعني غتخدموا بحال بنفس الطريقه ديال هاد العليفات الاخرين اللي خدمت هنايا. وهنايا راه خدمتها في هاد الورقه ودرت ليها سكوتش باش ملي غادي نجي ننزلها في القفطان تجيني ساهله، يعني ما انا درت سكوتش على الورقه باش ما تقطعش ليا طريقه باش كندير الضغط. اذا كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي انها تنال الاعجاب ديالكم. عفوا انتم كتشوفوا الطرزه كيف الطريقه باش خدمتها. اذا واذا فيديو اخر ان شاء الله.